تعمل ايه يا كمبر؟ مفيش حد عم رضا. مفيش، انا كنت نازل اجيب سيجارتين فلقيت الباب مفتوح فقلت روح انت يا كمبر. كريم فين الحرام؟ فين الحرام يا ابني؟ هو ده الحرام يا كمبر؟ رد علي، انت الحرامي؟ انت كويس يا كريم؟ لا يا شباب الحمد لله. عم رضا احنا لازم نبلغ البوليس دلوقتي يجي ياخد الواد ده. لا ولا بلاش البوليس. ملوش لازمه البوليس، الواد ده انا هروقه لك. تعالى هنا، بلاش تعالى انت هو ملوش لازمه البوليس. هو ده بيتكو؟ بيتكو انتوا؟ البيت ده بيتي وانا الوحيد اللي اقول يروح البوليس ولا ما يروحش البوليس. ايوه يا عم رضا، يعني هنسيبه كده ونقعد نتفرج عليه؟ لا انا بس نفسي اساله سؤال واحد مهم يا ابني. اشمعنى سبت يعني الشارع كله واخترتني انا شخصيا عشان تسرقني؟ عشان ما اخترتش حظي ولا اخترت عيلتي. انا ليا اخت عن نسيت مقله الجواز، وليا امي مرميه في المستشفى مش عارف اروح ادفع لها فلوس، ومحدش راضي يشغلني عشان معيش شهاده. والشيطان شاطر بقى، وانا كرهت نفسي وكرهت الدنيا دي بحالها والله العظيم. النبي عم رضا وناشر البوليس. عارف يا ابني كل الناس المشردين اللي تكلمت عنهم دول اللي خالقهم هو اللي هيرزقهم مش حضرتك. اما بقى حكيت الشيطان شاطر وضحك عليك، فالشيطان خايب ومتنيل بستين نيلة وسحبك وراه في النيلة. خلاص خلاص، خد دولت، خد دولت، خد يا ابني، مد ايدك عيب، خد دولت على الأقل لما تصرف بدول مش هتبقى خايف وانت بتصرف. امسك يالا، مد ايدك، مد ايدك، قول له مد ايده. هتاخد منه يا عم؟ هتاخد يا عم، خد مد ايدك. ده كتير. معلش، على الأقل الشوية دول أقل من الشوية اللي انت كنت هتسرقهم. والله انت طيب عم رضا، كده هيرجع يسرق تاني برضه. ايه اللي عرفك يا فتي؟ ايه اللي عرفك انه هيسرق تاني؟ مش جايز ما يسرقش، لكن لو بلغنا الشرطة هندخله السجن، ولو دخل السجن هيظل بقى حرامي محترف. خلاص يا جماعة، عم رضا مسامح في حقه، وأظن كل واحد حر في حقه. وأنت مسامح؟ آه بدل ما هو يسامح نفسه، وعدنا إن هو مش هيعمل كده تاني. هتعمل كده تاني يا صاحبي؟ مش هعمل. مش هيعمل. بس هتعبان. معلش بص، أنت أهم حاجة نطلع بقى دلوقتي الفرح ونعمل الحاجات وننسى بقى المكان. يلا 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 انا هروحك. اطلع يلا حبيبي يلا.